روح الأفنان في تيسير غريب القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات قسم بالملائكة تنزع أرواح الكفار، غرقا نزعا شديدا. قوله تعالى: والناشطات نشطا. والناشطات قسم بالملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. قوله تعالى: والسابحات سبحا. والسابحات قسم بالملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. قوله تعالى: فالسابقات سبقا. فالسابقات قسم بالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسترقه. قوله تعالى: فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا قسم بالملائكة المنفذات أمر الله. وجواب القسم محذوف وتقديره لتبعث. قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. ترجف الراجفة تضطرب الأرض بالنفخة الأولى، نفخة الصعق. قوله تعالى: تتبعها الرادفة، تليها نفخة أخرى للبعث. قوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة. واجفة خائفة مضطربة. قوله تعالى: أبصارها خاشعة. خاشعة ذليلة من هول ما تشاهد. قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة الحالة التي كنا عليها في الأرض. قوله تعالى: أئذا كنا عظاما نخرة. نخرة بالية، وفي قراءة ناخرة باسم الفاعل بدل صيغة المبالغة. قوله تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كرة خاسرة رجعة خائبة ذات خسران. قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. زجرة نفخة. فإذا هم بالساهرة. بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعد أن كانوا في بطنها. قوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. المقدس المطهر. طوى اسم الوادي. قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. تزكى تتطهر من الكفر وتتحلى بالإيمان. قوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها أظلم ليلها بغروب شمسها. وأخرج ضحاها أبرز نهارها بشروق شمسها. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها بسطها وأودع فيها منافعها. قوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. ومرعاها
ما يرعى من النبات والجبال أرساها أثبتها على الأرض كالأوتاد. قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة القيامة وهي النفخة الثانية، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت أظهرت إظهارا بينا. قوله تعالى: فإن الجحيم هي المأوى، المأوى المصير. قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. مقام ربه القيام بين يدي ربه للحساب. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها متى وقت حلولها. قوله تعالى: فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها ليس عندك علمها حتى تذكرها. قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روح الأفنان في تيسير غريب القرآن.